الإخوان والأخوات متابعي وزوار القناة، السلام عليكم ورحمة الله. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحة وعافية وستر من الله تبارك وتعالى. هذه الحلقة غادي نتكلموا على المركب اللي كان قبالة عرس البيلك واللي كانت كتقابلوا سمعة ومسجد الكتبية، كيتواجد اليوم في مكانه نادي البحر الأبيض المتوسط، وكيتحكى باللي الأرض ديالو كانت في ملكية ورثة الورزازي. هذه البناية كانت كتكون من طبقين، العلوي منها كان كيحتوي على شقق للسكن، بينما الطبق السفلي مخصص للمحلات التجارية، ومن ضمنها فندق ومقهى باريس وبار أمريكان ومكتبة كانت كتسمى أنذاك مكتبة فورتان مولو ومحل بيع الأحذية، وبها أيضا متجر كتباع فيه أجهزة الراديو وإصلاحها لصاحبه اليوناني الأصل. كما كان هناك مستودع منتوجات الصناعة التقليدية للتصدير الملك دياله يدعى بينيزويتي. وفي الخلف ديال هذه البناية كانت كتواجد الصوتية والمعروفة بالحفرة، حيث تتواجد الآن مقاطعة جامع الفناء، وكان بجانبها سوق بيع الدراجات النارية والعادي. ووراء هذه البناية من دار المتوكي حتى الرياض الورزازي مرورا بحال الزفريتي كانت كيتخصص للسيرك عمار وقت المحل بمدينة مراكش، وكتوجب الإشارة لأن هذه البناية تهدمت بموجب نزع الملكية وتفوتت لنادي البحر الأبيض المتوسط في منتصف ستينيات من القرن الماضي. وكتقول بعض الروايات باللي سبب تهديم هذه البناية هو قربها من مسجد الكتبيين. وللعلم أن عقد الإيجار اللي كيجمع نادي البحر الأبيض المتوسط والمجلس الجامعي لمدينة مراكش انتهى سنة 2004، وما كعرف تحد ما هي الإجراءات اللي قام بها المجلس البلدي في هذا الشأن هذا مع النادي المذكور. كنتمناو لا تتم نهاية هذا العقد بحال ما المآل ديال الفندق السعديين. أعزائي، حتى لنا غادي نودعكم حتى نتلقاو في حلقة مازية إن شاء الله تعالى. ما تنساوش الانضمام للقناة وتفعيل الجرس باش يوصلكم أي جديد. لكم خالص المحبة والتقدير. الله الله